السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نكملوا السلسلة متاع الفيديوهات متاعنا اللي نتكلموا فيها عن فكرة الله، وتكلمنا في الفيديو قبل هذه حول ما يسمى بالإلحاد المادي، وفهمنا ان الإلحاد المادي يعتبر كل ما في الكون هو مادي، أي مادي بمفهوم أنه يخضع للقياس. صحيح أن المادة تختلف من مادة إلى أخرى، هناك ما يسمى بالطاقة وهناك ما يسمى بالمادة المجهولة أو المظلمة وغيرها من أنواع المادة. هذه الاكتشافات العلمية حول ما يسمى العدم أو الفراغ وحقيقة وجود العدم والفراغ، وخاصة نظرية أينشتاين حول أن الطاقة هي الوجه الآخر للمادة، غير كل المعطيات لما يسمى بالعلم المادي. العلم المادي وقت بدأ كان يغزر يشوف كان الحاجة الملموسة، أما الآن فقد تغيرت الأمور، فهناك أشياء ما نشوفهاش وما نجموش نعرفوها كيفاش تخدم أو كيفاش تتحرك أو كيفاش تتصرف، ولكن عندها وجود. ومنها كما قلت لكم المادة الأولى، يعتبر العلم مازال بعيد على معرفتها، وهل هي كانت في العدم وماذا العدم وشنو العدم، وكل هذه الأسئلة العلمية العلم يبحث فيها. في الحقيقة الإلحاد المادي احنا بعيدين على خزعبلات علماء المسلمين، يقول لك الإلحاد العاطفي والإلحاد الإيديولوجي وغيرها من هذه الأنواع من التصنيفات التي ليس لها أي أساس من الصحة حول الإلحاد بصفة عامة، يعني من أجل تشويه، في الحقيقة تشويه الملحدين، ويحاولوا يصوروا أن الملحد ما يؤمن كان بالمادة فقط، فلهذا معناتها فما سؤالات معناتها خرافية ومعناتها صبيانية صبيانية صبيانية، يجي يقول لك هل ترى عقلك، فهمت، فكيف تؤمن بوجود عقلك كان انت ما تراش. المهم احنا هذه الامور متاع الاديان خلوها في المرحله الاخيره لانها سوف تطول. اليوم قبل ما نتكلموا حول النوع الاخر من الايمان، بعد ما تكلمنا على الالحاد، حبيت هوني نوضح نقط يعني بسيطه جدا، هي مساله انواع الالحاد. في الحقيقه انواع الالحاد الحقيقيه هي هناك ما يسمى بالالحاد العلمي، يعني يعتمد هذا النوع من الإلحاد على التجربة وعلى الملموس والمحسوس والذي يقع في إطار الإمكانيات الإنسانية لمعرفته، فهمت؟ وهذا النوع من الإلحاد العلمي يقول لك ليس هناك إلى هذه الساعة أي دليل على وجود قوة، ما فما حتى دليل لا داخل الكون ولا خارج الكون، ما عندنا حتى دليل. إذن هو إلحاد نوعا ما يعتمد على العلم البحت، سواء كان العلم المادي أو العلوم الأخرى اللي تتبع العلوم ما يسمى الرياضيات والفيزياء والكيمياء وكل أنواع العلوم، حتى علوم النفس وعلوم الأعصاب. هذا ما يسمى بالإلحاد العلمي. وفي الحقيقة من يصلون إلى نوع الإلحاد العلمي هو احنا نقول 90% من العلماء في المجالات يعني الكبيرة العلمية، 90% أو أكثر ملحدين، فهمت؟ والنسبة القليلة الأخرى فهي ليس متدينة، وإنما تؤمن بقوة خارقة ولكن لا يعطيها حتى أوصاف. لا تجد إنسان تبحر في العلم في العلوم الحديثة ويبقى
متدينا أو يؤمن بالخرافات التي جاءت بها الأديان. المهم، هذا هو النوع الأول، هو ما يسمى بالعلم، هو ما يسمى بالإلحاد العلمي. هناك ما يسمى بالإلحاد الإيديولوجي اللي نبعت منه ما يسمى بالشيوعية وغيرها من المذاهب اليسارية، وهذه نوع من الإلحاد هو لا يعتمد في الحقيقة على بحث علمي دقيق في مجال العلوم الإنسانية، وإنما يبحث أكثر شيء في الجانب السياسي والجانب الاجتماعي في المجتمع الإنساني. هذا النوع من الإلحاد الإيديولوجي يقول لك احنا مجرد مادة والكون غير منظم وفوضوي، ويجب على الإنسان ان ينظم حياته وينظم المجتمعات متاعه على حسب قواعد سياسية واقتصادية من اجل تحقيق ما يسمى بالعدالة الاجتماعية. هذا ما يسمى بالإلحاد الإيديولوجي. هناك نوع ثالث من الإلحاد هو ما يسمى بالإلحاد الوجودي. الإلحاد الوجودي لا يبحث في الحقيقة هل الله موجود أو مش موجود، مهموش، وإنما يرفض رفضا كليا فكرة أن هناك قوة أو سلطة لها سلطة علينا أو لها سلطة على الكون. فهذا نوع آخر من أنواع الإلحاد، يعني نجم نقوله العلمي والإيديولوجي والوجودي، يعني هذوما الثلاثة أنواع متاع الإلحاد يدخلوا الكل في إطار الإلحاد المادي. وكما قلت لكم إن الإلحاد المادي يتطور ما عادش كما كان، وأصبح يقترب جدا من العدم من أجل فهم العدم وفهم ضد المادة وفهم أمور أخرى اللي الإنسان مازال يجهلها، ويعتبر هذا النوع من الإلحاد الكل بصفة عامة سوى الوجودي سوى الإيديولوجي، به الإيديولوجي ما أخذ مسلك سياسيا يؤمن أن الإنسان عبارة على آلة، ويجب على الإنسان ما عندوش حتى كما نقوله أحنا ما تسمى بالأخلاق. الأخلاق بالنسبة لي تنظمها المجتمعات يعني، وعنده فكرة أخرى، وهو نوع من أنواع الإلحاد ما نجموش ننكروه، فهمت، ولكن من أجل أهداف سياسية وغيرها. المهم، هذا والذي يؤمن هذا النوع من الإلحاد يؤمن ما يسمى بالشيوعية ويؤمن بالفوضوية، لنخشي ليس بمفهوم الفوضوية، الفوضوية وعدة فروع من هذا الإلحاد. احنا اليوم مش نتكلموا على كملنا الحديث على الإلحاد المادي، وعرفنا بصفة عامة شنو هو الإلحاد المادي. المهم، الإلحاد المادي يقوم على التجربة والعلم، ويعتمد على الأدلة العلمية والعقلية والبحوثات، وهو دائما في تطور ودائما في بحث وتدقيق. ولهذا هو هذا النوع من الإلحاد ما يسمى بالإلحاد المادي بجميع أنواعه في الحقيقة جدا صعب يعني للعامة الناس. يعني مثلا ما يسمى بالإلحاد العلمي لازم تكون مطلع على علم الرياضيات وعلم الطب وعلم الفيزياء والكيمياء. أنا مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة بديت أطلع على العلوم الحديثة، وفي الحقيقة انبهرت انبهار كبير. ورغم اللي أنا دائما أقول اللي أنا أنتمي لما يسمى بالإيمان الإلحادي، ولكن في الحقيقة في هذه الثلاث سنوات عندما اطلعت على الكتب العلمية والبحوثات العلمية في عدة مجالات، وهو مجال صعب، اكتشفت أن العلم ماشي في طريق صحيح، فهمت، لفهم الإنسان وفهم الكون وفهم الوجود. ولهذا بدأت أقترب شيئا فشيئا للإلحاد المادي، رغم أن الإلحاد المادي بحد ذاته هو اقترب نوعا ما من الإلحاد أو ما يسمى بالفلسفة الدينية التي تؤمن بأن العدم أصل الوجود. وكما قلت لكم قبل ذلك أن الإلحاد المادي يؤمن أن الوعي صادر من المادة، فهمت، بينما النوع الثاني من الإلحاد وهو نجموش نسميه إلحاد، نجم نقوله إلحاد فلسفي، فهمت، يؤمن أن الوعي هو خارج عن المادة، ما هوش صادر عن المادة، حتى بموت المادة
يبقى هذا الوعي. المهم اليوم باش نتكلموا على ما يسمى بالفلسفة الدينية أو ما يسمى بالإلحاد الإيماني أو ما يسمى عنده عدة أسماء في الحقيقة معناتها في التسميات، وهو الذي لا يؤمن بالوحي. فهمت؟ أول حاجة ما يؤمنش بفكرة أن هناك قوة، فهمت، ترسل لنا رسل، ولا ما عندوش وحي، وإنما تؤمن بما يسمى بالرقي الإنساني، يعني الإنسان يسمو نحو هذه القوة. وهذا النوع من الاعتقاد يقول أن هذه القوة نجهلها كليا، والإنسان مع التطور متاعه قاعد يكتشف فيها وهي موجودة فيه. ومن هنا ظهرت ما يسمى بالغنوصيين، وهم اللي هما أصل الفكر هذا هما الغنوصيين. وظهرت ما يسمى بالديانات الشرق الأقصى كما البوذية كما الطاوية، وتأثرت بهذا الفكر معناتها المذاهب الباطنية أو الأديان الباطنية مثلا الدروز والإسماعيليين وإخوان الصفاء وغيرهم هذوما في المذاهب الإسلامية، وحتى في المذاهب المسيحية والمذاهب اليهودية كما الكابال وغيرها من هذه الأمور. يعني تأثروا ياسر بما يسمى هذا الإيمان الذي يجرد الإله كليا، يعني يجرد، يعني لا يعطيه اسم أصلا، ما يعطيهش اسم، يقول لك هناك قوة ما نعرفهاش موجودة، يمكن معناتها تسير، فما اللي يقول لك هي تسير بطريقة يعني غير مباشرة عن طريق الوجود وعن طريق ما يسمى الكون نفسه، يعني هي معناتها روح الكون، هي نفس الكون، هي وعي الكون. فهمت؟ ومن هنا ظهرت فكرة ما يسمى بوحدة الوجود اللي هو نوع من الإلحاد، أو كما قلت لكم الصوفيين كما مثلا الحلاج عندما يقول أنا الله والله أنا والله في جبتي وغيرها من الأمور، يعني وأينما يوجد الله لا أوجد أنا، وعندما أوجد أنا لا يوجد الله. هذا الفكر ما يسمى بالنوع من الإلحاد هو لأنها يعتبر أن الله عبارة على صفر مطلق. فهمت؟ يعني اللي هو العدم المطلق. معناتها صعيب أنا باش نفسر لكم بالتفاصيل هذه معناتها النوع من الإيمان حول أن الله هو روح الكون أو وحدة الوجود أو هو الصفر المطلق. باش تفهموا هذه المسألة نتاع ما يسمى بالفكر الغنوصي أو الباطني الذي كما قلت لكم لا يؤمن بالوحي وإنما يؤمن بالسمو، لأنهم يعتبرون يعني إرسال إله مهما كانت قوته رسالة للبشر أو لأي موجود آخر هو تنقيص من قيمته، يعني برسمه كمن بيا. فهمت؟ وفكرة هذه الجنة والنار وهذه كلها بالنسبة لهم خرافات، وإنما هم يؤمنون بأن هناك قوة موجودة في الكون ما نعرفوهاش، نجهلوها، يطلق عليها ما يسمى لا شيء أو الصفر المطلق، وهذه القوة ليس هي الذي خلقت الأشياء وإنما الأشياء ظهرت منها. يعني هو ما يؤمنوش بفكرة الخلق وإنما يؤمنون بفكرة الارتقاء أو الظهور. باش نضرب لكم مثل، يعني خاطر هي المسألة جدا معقدة. انظروا مثلا هذه الورقة عبارة على هذا هو العدم أو الصفر المطلق أو اللا شيء المجهول. فهمت؟ اللي هما يعتبروه هو قاعدة الكون وهو الأزلي وهو الذي موجود منذ الأزل ويبقى إلى الأزل. هذه الورقة البيضاء نتيجة تفاعلات فيها أظهرت المادة. عندما ظهرت المادة ظهرت على شكل النجم، نقوله هكا على شكل خطوط ما نعرفش كان تشوفوهم بالكدا، يعني باش نزيد نوضحهم. على شكل خطوط، الخطوط هذوك ما حصروا العدم. فهمت؟ يعني وقع ما يسمى حصر العدم. عندما حصر العدم حدث نوعا من الفراغ، ومن هنا يأتي الوعي ومن هنا يأتي الوجود. يعني المادة هي عبارة على صور
حصر العدم. وعندما يموت عندهم الإنسان أو يموت الشيء أو ينتهي الشيء، فالمادة متاعه تتنحى، ولكن المكان الذي ظهر فيه ما يسمى المكان من العدم هذاك يبقى، وقد كسب تجربة المادة. العدم هذا هو الله، أما عندما يظهر المربع هذا الله ما عادش يصبح موجود إلا في داخلي، أو في داخل ذلك الشيء، أو في داخل تلك الشجرة، أو في داخل ذلك الحيوان، أو في داخل تلك الجماد، ذلك الجماد. فهمت؟ يعني هما يؤمنون إن العدم دائما يبقى والظهور يتبدل. هذاك علاش مثلا في الفلسفات الشرق الأقصى عندهم ما يسمى بالدورة أو السيكل. مثلا ساعات تلقى عندهم الفكرة متاع الخير والشر، ومعنتها الخير والشر وما يسمى الأبيض والأسود، فهمت، الوجود وعدم الوجود. إذن هذا الفكر يعتبر أن الإنسان يمكن أن يسمو للعدم، فهمت، بتخليه على العالم المادي ما يسمى بالاعتكاف. فهمت؟ يعني تقوم بعملية اعتكاف وابتعاد، خاطر هما عندهم العدم موجود مثلا هوني والمادة موجودة هوني والموجودات موجودة في الوسط. على قد ما الإنسان يقترب للمادة يبتعد على العدم الذي هو الإحساس المطلق، الكمال المطلق، الحب المطلق، ما يسمى بعين الأشياء. فهمت؟ وكلما اقترب من العدم كلما ابتعد عن المادة. يعني في الحقيقة أن المسألة واحدة، عندما تقترب من المادة تبتعد عن العدم أو ما يسمى بالكمال المطلق، وعندما تقترب للكمال المطلق تبعد على المادة، وعندما تبعد على المادة تقترب للكمال المطلق، وعندما تبعد على الكمال المطلق تقرب للمادة، واللي يسميوها هما العالم المادي اللي هو يعتبروه عالم الشر. ومن هنا جت هي فكرة ما يسمى بإله الشر وإله النور وإله الظلام. ويؤمنون بهذه الفكرة، ما يسمى بفكرة الإزدواجية، هو أن هذا الكون متكون من عدم ووجود، والوجود هذا لم يخلقه العدم وإنما ظهر من العدم. فهمت؟ وهذا الظهور كان بإرادة الموجودات، بإرادة الموجودات أو بإرادة العدم، لأن العدم ما عندوش إرادة، معناتها بالنسبة لهم هو عبارة على مسألة سلبية، يعني هو عبارة على شيء يسمح بالظهور. هذاك علاش الفكر مثلا تاع تلقاهم ياسر مسالمين كما مثلا البوذيين وكل شيء، على خاطر يعتبروا أن العدم أو الفكر العدمي أو المطلق هو يعني ما هوش متجبر ومتسلط، وإنما هو عبارة على أم ولدت الوجود، أظهرت الوجود. فهمت؟ إذن هذا هو الفكر يعني في الحقيقة، اللي هو جدا جميل معناتها فلسفيا عندما تقرأه. وأنا في الحقيقة بعد ما أصبحت معناتها ملحد، بعد ما كنت صوفي وأصبحت ملحد، اتبعت هذا الفكر وتعمقت فيه يعني، وكتبت فيه يعني تقريبا كثير جدا ما يسمى الله الصفر المطلق، وتكلمت يعني كيف مثلا هذا الصفر المطلق أظهر الأشياء اللي هي الأعداد ولا هي الموجودات، وهي فلسفة عميقة جدا. إذن مدام كما قلت لكم الإلحاد المادي هو خاص في الحقيقة باش إنسان يوصل يكون ملحد مادي، لازم يقرأ 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 في الفيزياء في الكيمياء، يعني أمر جدا معقد. بينما الإنسان باش يصبح ما يسمى روحاني إنساني أو ما يسمى بالإلحاد الإنساني أو الإيمان، نجم نقوله نجم نعطيه أي تسمية، فهمت؟ يعني أي تسمية نجم نعطيه، يعني لازم يكون عنده أحاسيس ومشاعر، ويؤمن بالحب، يؤمن بالمثالية، وهو في الحقيقة يحقق نوع من الراحة والاطمئنان النفسي أن الإنسان ليس مجرد عبث كما يعني يقول الماديين، يعني بالمفهوم عبث عبث، يعني خطر الحد المادي مرعب مرعب، يعني ليس من السهل
أنا في الحقيقة منذ معناتها الإلحادي الآن تقريبا 15 سنة، الآن بدأت أقترب من الإلحاد المادي لأنه مرعب. يعني الإنسان معناتها ما يعني حاجة مرعبة، مرعبة جدا الإلحاد المادي. ولكن في الحقيقة الإلحاد المادي أخيرا بدأ يقترب من ما يسمى بالديانات الفلسفية في مسألة إن الإنسان هو رب هذا الكون. يعني الإنسان ينجم يتغلب على الموت، ينجم يعيد من مات، لأنها الكون يقوم على قواعد لو تم تكرارها سوف تظهر الأمور كما هي. وهذا ما يجعل الإلحاد المادي يعني أقترب إليه ويطمئن قلبي إليه، لأن الإنسان في الحقيقة في طبعه ما يقبلش فكرة إنه يكون ما عادش موجود أصلا، فهمت؟ معناتها ما يقبلش. وإنه مثلا كما أقول لك مثلا الظالم يموت شكون باش يعاقب وكل شيء. المهم ما نحبش نزيد ندخل ياسر في التفاصيل. احنا في الفيديو هذه نحاولوا باش نختموا الحديث، هي دردشة تكلمت فيها على ما يسمى بالفلسفة الدينية. باش ننتقلوا في الفيديو القادم نتكلموا على ما يسمى بالديانات اللي بدات بالزردشتية وقبل الزردشتية بشوية، واللي ظهرت فيها هذه ما يسمى بالديانات السماوية، واللي هي في الحقيقة الديانات السماوية الآن في الوقت الحاضر تمثل نصف البشر. يعني اللي يؤمنوا بالديانات السماوية يعني الكبيرة هي المسيحية والإسلام، ثم اليهودية معناتها بعض الملايين، والزردشتية بعض الملايين، وغيرها معناتها من الديانات السماوية هي بعض الملايين. يعني كلهم ما يجيوش حتى 3 مليار دوات، والبشرية تقريبا 6 وأكثر من 6 مليار دوات. هناك تقريبا 2 مليار دوات يؤمنون بما يسمى بالديانات الفلسفية، وهناك قرابة مليار إنسان ملحد مادي، فهمت؟ يعني الإلحاد المادي والفلسفة الدينية تقريبا نصف البشر، والأديان السماوية هي نصف البشر. المهم المرة الجاية نتكلم حول الديانات السماوية وفكرتهم حول الله الخالق والله المسير. إذن بالنسبة للفلسفة الدينية لا تتدخل في هذا الإله، ولا تؤمن بعملية نزول، وإنما تؤمن بعملية سمو وارتقاء إنساني بشعوره وإحساسه لكي يهذب نفسه، لكي يصل على حسب اعتقادهم للنيرفانا، باش الإنسان عندهم كي يموت في الحقيقة يموت جسمه ولكن الوعي متاعه يبقى موجود. وهذا الوعي فهمت يمكن أن فما مثلا كما الهندوكية أنه يبعث في حيوان آخر على حسب درجة وعيه، أو بالنسبة للبوذية هو أنه ينتثر في الكون ويشارك في ظهور أجناس أخرى وموجودات أخرى. وهنا يعني الفكر الديانات الفلسفية نوعا ما تدخل في عمليات معناتها غير إثباتية، وإنما كلها تخمينية وفهمت تفكيرية وإحساسية، ولكن ليس هناك أي دليل. ويبقى العلم هو الوحيد، هو الوحيد الذي عندما يقدم نظرية يقدمها بأدلة، وإن كانت 100% صحيحة ولكن التخمينات متاعه تقوم على أدلة علمية وعلى بحوثات وعلى دراسات، بينما الديانة الفلسفية تقوم على تخمينات صحيح نوعا ما منطقية، ولكن تبقى بعيدة كل البعد عن الواقع. نظن الفكرة وصلت. هي عبارة درشة يعني تكلمت كيكا في عدة مواضيع يعني في نفس الإطار شيء طبيعي، ومع فيديو قادم باش نتكلموا حول الديانات السماوية التي هي أنذل ما أنجبت البشرية. وشكرا وبسلامة.